كاري ألبان. ويت 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 ألبان. علي كيرمي. أوكي أوكي كم كم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم بمقطع جديد. أول شيء يعطيكم العافية على دعمكم الأسطوري، وأبي هذا الدعم مو بس أسطوري، أبي يكون أسطوري أسطوري أسطوري. أبي أشوف دعمكم. أنت قاعد تشوف هذا المقطع، اضغط زر اللايك. زر اللايك هو اللي يخليني أعرف محبتكم لي، ويخلي عندي دافع كذي قوي عشان أستمر في جراند الحياة الواقعية في السيرفر الأجنبي. اليوم عندكم حلقة جديدة، طبعا ألبان وإيلي موجودين في السيرفر حاليا، وناس بعد وشرطة وجيش ولعوزة، فما أعرف شو الخطة اللي بنسويها اليوم يا شباب. طبعا هذا هنا أقدر أحط أغراضي مثل ما أنتوا عارفين، وهذه غرفة نومي اللي أنام فيها. أكيد يعني غرفة نوم شو بتسوي فيها يا عيسى. المهم يا شباب، يوم جديد ونشوف شو راح يستوي معانا في هذا اليوم. نطلع من البيت، هذه سيارتي يا شباب، طبعا انتوا عارفين يعني في كل مره اقول لكم ان هذا بيتي وكذي، خلاص عارفين الوضع اعتقد. صح، خلوني ارسل رساله لايلي اشوفها وينه. الو وير، ايش فيني ما اعرف اكتب وير ار يو. اوكي ارسلت رساله قلت له هلو وير ار يو، انت وين؟ اوكي بطل السياره، انا ما اشوف الكيبورد من المايك يا شباب. خلاص الحين تمام. ايلي ارسل لي رساله يا شباب، كتب لي في مكان انت راح تحبه. قلت له وين هذا المكان؟ ارسل لي لوكيشن يا شباب، شو هذا المكان اللي بحبه؟ هذه المفاجآت انا احبها صراحه. شو ارسل لي؟ only by yourself، يقول تعال لحالك فقط. اوكي ليش احب اللعب الواقعي او اللعب العفوي خلنا نقول؟ لان ما اعرف شو راح يصير، يعني حاليا من حال المشاهد اللي انت قاعد تشوف الفيديو شو بيصير والله ما اعرف. فيب يعني كل اللي صار انه بالديسكورد يلا تعالوا ندخل يا شباب، يلا تعالوا ندخل نصور، بس الاشياء الثانيه قاعدين نشوفها كلها حقيقيه وكلها ارتجاليه. فالحين طالع بالليل الساعه تقريبا 7 مساء، يب وشكله بيطيح مطر مثل ما انتم شايفين الجو. ابي اغير لون السياره يا شباب، انصحوني بلون الاودي هذا، انصحوني، او تبوني اعرض الاودي هذا للبيع واشتري سياره ثانيه، ما ادري. ابيكم تكتبوا لي الاشياء اللي تبوني اسويها يا شباب في جراند. شوفوا هاي التسلا، شوفوا التسلا هذه، والله خاطر اشتري اجيب هالسياره يا عيال. هذه موجوده بالوكاله بس سعرها يمكن مليون او شيء. الحين احنا المخدرات في هذا السيرفر ما عرفنا له كيف يا شباب، جدا صعب، مو صعب معقد، عرفتوا علي؟ يعني تاخذ مخدر من هنا وتوديه المختبر، وبعدين المختبر تحطه داخل اكياس، بعدين تحطه داخل ميزان وتطلع كميه من الميزان، وبعدين تعطيها للناس. شو هذا المكان اللي جايبني فيه؟ شو اسمه إلي؟ اعتقد هنا مكان غسيل الاموال، اعتقد هذا مكان غسيل الاموال. اوكي قربت يا شباب من المكان. احب الطبيعه انا، بالعكس استمتع لما ادخل في الطبيعه وكذي وحركات، يعني احس انه ممتاز. الله يستر يا شباب، الله يستر. اوكي اعتقد انه وصلنا. لحظه اشوف في واحد قدامي، هذا هو ولا لا؟ مين هذا؟ هلو Hello, guys, what are you doing? I play. Listen. Sorry? You got anyone here? No, I'm alone. I'm alone. You're by yourself, okay. Why? Man, you remember the other day we found the place about the drugs. We were looking, me and you. Yeah, that farm when you was scared from the cows. Yeah. Uh-huh. But yeah, basically that. You are the dumb guy that didn't know how to do this. So I was the smart guy that actually tried to do something. Do you find out how you can use this drug? Follow me, man. By my car? Bang. No. Hey, what's your brother doing? Look at his blood in my car. Oh my. He got weed on himself, man. He drank too much weed. Come on. Oh, you took weed. It's a backflip. Oh my god. سي عيال ماخذ ويد مو صاحي. ألبن take care about yourself bro. اوكي يقول لي تعال، يقول لي المخدر اللي اخذناه من المزرعه اللي كان فيها ابقار، يقول براويك كيف سويتهم او كيف تصرفت معاهم. Yes. There's an island over there, you see? All the way there. Oh, maybe you cannot see. Come. Maybe you not see. الله يستر. ألبن why you took weed?
Are you okay? Oh my god. Bro, what's happened to you? Nothing. Okay, you see that island all the way there? Maybe you see it now? Yeah, I see. Swim there. Okay. Ali, are you serious? Want me to carry you? I can carry you. No, but I mean, why I should go there? I'll tell you when you're there, because you're blind, you cannot see anything. Okay, I'm going. عيال والله اني ما اعرف شو السالفه ما اعرف شو السالفه وين موديني هالبني ادم بالليل وجزيره وبحر اللي قال يقول لي البن ماخذ مخدر وحالته مش طبيعيه اوكي ويل نوت او ماي جاد لوك اوه شوف الموج كبير يا عيال اوبا اوكي وات اوه وات از ذس هيلي واو وات از ذس مان اي دونت نو اوه شيت واو ويت يا عيال هذا شو ذس از ويد So Issa, you see this place, yeah? Yeah, but how you did this one, man? I'll teach you everything. You know the place we got, I already told you. You got some seeds, yeah? Yeah, I have seeds with me already now. Wait. Let me check. Okay. هذا اللي يتكلم عنه يا شباب. Yeah, I have five pieces. Okay. Five seeds. Turn this way and you're gonna try to crack the seed. If it doesn't work, you know, crack it, try to crack and throw it in the ground. Wait. يقول لي استعملها. You need to use it. Now it's growing. And also, Issa, you see this suitcase, yeah? Uh-huh. I have done this thing for about 2 days now. Okay? Uh-huh. So I wanna also surprise you because you have helped me and you was on that tour, you know? Okay, surprise me with what? There you go, man. From my suitcase. Seriously? Seriously, man. Man, I mean, you was like taking time to doing this long time and you are giving me everything. Bro, please. Bro, no worries. I can do that, man. Aman, shut up, wake up. أعطاني 43,000 dirty money. Listen now, I'll give you some good tips. First of all, you need to go in the map and find a good place, you know, you can island like me. I cannot put it in my apartment, yes? I don't recommend, man, because the police always, you know, police. Yeah. You're right. Alban, please, can I talk with your brother? Find a good place like me, island. There's so many islands over there, you see? So many. Look. I see. Yeah. You find one of them and you go and get the seeds. You already have five, you told me. Use one of the island over there, plant it, you know, get the water things, and after about, let me see, 2 months, you'll get everything done. After 2 months. But you can buy something and in the store and you can put and it will be done for 2 days, like me. Basically, I need to put this plant in some island and under the sun and like close to the water. And after two days, I need to harvest. Yeah, but you also remember chemical. You gotta buy the chemical and put it. And after that, what I can do with this weed I'm gonna take from this plant? Sell it? After that, there will be something falling down underground. It will be like small grass, you know, kind of grass. And after you get the grass, you can go and sell it to people. Uh-huh. Got it. Okay, I'm gonna do it now. I'm gonna find a good place. I'm not sure if I will do it in island because so far from my apartment, I will find something maybe in forest or something. Do it hidden. So yeah. I will. Okay. Good. Okay, well, what you will do, guys, now? I need to see what's gonna happen with my contract above. You know what? What car above? What car? BMW i8. Oh, so expensive. I have a BMW M4 coming now. I didn't ask you. Done. It's okay. Issa, you know this. So I need to go now, guys. Eli, I'm gonna call you if I need you. Also, Alban.
Please stay safe and don't smoke weed again. Don't give him weed, man. Look, he can't focus, man. He's just jumping like rabbit. He's a rabbit. Okay, let's go. You need parachutes for help? 1, 2, 3, go! Race! Okay, race! Why are you going right side? What is this race? اها علموني على نوع من المخدرات اللي اخذناها او الحشيش اللي اخذناه من مزرعة الابقار تذكرون علمني كيف استخدمها يا شباب احطيها بالارض ولازم الشمس تجيها وبعد يومين راح تطلع لي نفس المحصول نفس الحشيش وبعدين هذا الحشيش انا اروح ابيع على الناس يعطيني ديرتي ماني والله تج Yes, I hear you. Isa, come here, Isa. Where are you? Isa, come here. What? Whoa! Oh my God, this view! Oh my God, look, Alban. Whoa. Let me take picture, man. Yeah. Oh my God, this is the best thing I saw, I swear. Okay, I need to go, guys. I'm going. Take picture on your phone, okay? Okay. Okay, good. Hey, wait for me. Hey, Ellie, you have this in your car? It was Alban. I put weed up here, and yeah. Okay, guys. Goodbye. Bye. لازم الحين أشوف مكان. شو يبقى هذا؟ Leave Alban here. Go. My car is broken. No. Wait. No. I feel bad about him. I feel bad. Come, Alban. Wait. Oh no. You need to call the mechanic. I'm sorry. No, mechanic doesn't work. No, it's working. It doesn't come. No, he will come. No. Oh, there is bicycle here. Go to this guy. سويت حادث يا عيال سيارتي بالبحر. وخليهم يوصلوني يا شباب بروح اطلعها من التأمين هاي ألبان هاي لسن لوك my car is inside what I swear it's inside man oh my god what happened my بموت يا شباب والله بموت من الضحك لحظة الحين شو السالفة ما عندنا سيارة وسيارة إلي يقول لي متعطلة أوه ماي جاد والله بموت من كمية الضحك يا شباب الحين لازم أروح محل التأمين عشان أطلع سيارتي من هناك طيب هاي السيارة مو شغالة خيبة متكسرة والله متكسرة هاي listen give me the bicycle bro go go to street bye Alban Ali go okay go you cannot take two yes we can if you carry him you need to carry him. Yeah go I will carry him go okay Ali, carry me. Okay, come. Oh my God. Okay, take me to the street, please. Okay, I'm gonna take this one. أنا ما أحب أسرق سيارات يا شباب. والله ما أحب أسرق سيارات بس مجبور. Go take that car, bro. No, let's go. I'm going to insurance. والله انا مو صح يا شباب، ما ادري هذول ماخذين، شفتوا هذا الحشيش المخدر اللي كان اللي زرعوه
إلي قاعد يقول إن ألبن ماخذ منه وكان يشمه فعشان كده صار مسطول. الحين لازم أروح محل تأمين السيارات. الحلو بهذا سيرفر لما تشتري سيارة تروح لمحل التأمينات، شركة التأمينات، تدفع مبلغ أوه ماي جاد، تدفع مبلغ للسيارة اللي اشتريتها أنت. وبعدين شو يصير؟ سألتوني شو يصير إذا سيارتك اتدمجت أو أنها انفجرت أو أنها طاحت بالبحر، تروح للشركة نفسها وتطلع سيارتك، تروح تدفع مبلغ بعد شوي ويحطوا لك السيارة بالجراج، يجيبوا لك إياها من الآخر. يعني نوصل هناك وراح أراويكم كيف تكون هذه العملية. سيارة ما فيها بترول، شوفوا السيارة ما فيها بترول يا شباب، طلع دخان. ليش الحظ تذي؟ ليش الحظ يخليني اسرق من اكثر من سياره؟ والله ما ابي اسرق، ما ابي اسرق. تعال تعال تعال، وقف وقف. هلو هلو، اوكي في واحد ثاني جاي. هي 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 هي، وقف 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 وقف. شيت، اوكي سيبني، ما عندي مشكله، انا سرقت سيارتك اكيد بتسيبني. يعني يا شباب هذه هي شركه التامين السيارات، مثل ما انتم شايفين اللي على يساري. فانا الحين راح ارجع سيارتي اللي غرقت في البحر. شوفوا يا شباب، طبعا نوصل هنا عند الدائرة الخضراء، نضغط اي. الحين تطلع لي اسم السيارة، هذه اسم سيارتي يا شباب، فاضغط عليها انتر وخلاص. يقول ان الويك بوينت شين اد تو يور جراج، يقول السيارة رجعناها بجراجك. خلاص هذه شركة التأمين كذي تسوي. بس لازم لما تشتري سيارة تجي تأمن اول شيء هنا، عشان بعدين تقدر تطلع السيارة وقت ما تبي. فالحين اروح اي جراج عادي، مثلا خلينا نروح مثلا جراج الملكية وبوريكم ان شو اسمه، ان اقدر اطلع سيارتي اللي غرقت بالبحر. يعني هم جابوا لي اياها شركه التامين، اعطوني سياره جديده او هي نفسها طلعوها من البحر، ما اعرف يعني بالضبط. هذا هو جراج الملكيه. اوكي انا هاي هاي سيارتي ولا لا؟ والله هاي شكل هاي سيارتي يا عيال. لحظه اشوف اقدر اقفلها ولا لا، اذا اقدر اقفلها وافتحها سيارتي. لحظه اوكي انزل. لا مو سيارتي هذه، مو سيارتي يا شباب، بس كانها نفس اللون. اوكي هذا الوهد الجراج، اوكي هاي سيارتي يا شباب. يفرق اللون شوي، شوف لوني فاتح وهذيك السياره لونها شويه غامق. اوكي ممتاز. اوه دعمته، والله ما انتبهت، والله ما انتبهت يا شباب. الحين بروح اشوف مكان عشان ازرع المخدرات يا شباب، بروح ازرعهم. فانا بروح ورا بيتي، بيتي في منطقه مثل ما انتم شايفين، مكان فاضي يعني جبل، منطقه جبليه. فاعتقد هذاك المكان جدا مناسب، لان بعد يومين هذا الزرع راح يطلع لي حشيش، والحشيش اقدر اروح وابيعه للناس. يعني يا شباب شوفوا السحاب على الجبال، او ماي جاد، والله شوفوا شيء خرافي صراحه. اعتقد هذا الادمن هو يعني مركب سكريبت غيوم غير عن غيوم جراند، فانا اشوفها نازله على الجبال، هذه عمري ما شفتها في جراند انا صراحه. اوكي اعتقد لازم اركب فوق، والسياره ما فيها بترول، لازم اعبي بترول يا شباب بما انها سيارتي يعني، ولازم احافظ عليها. قربنا جدا من البيت، يعني مو قريب قريب، بس انه يا شباب والله جد جد اللي يسكن في هذه المنطقة في جراند أهني، اللي يحب الريف يكتب أنا أحب الريف في الكومنتات علشان أروح وحطي له قلب. جد يا عيال والله الريف شيء حلو، يعني فيها مناظر. ليش كل الناس يقولوا والله لا نبي المدينة، نبي المدينة، نبي البنايات، نبي الأشياء المتطورة؟ إيش فيها المدينة؟ شوفوا هنا الجبال، الأشجار، الأشياء الخضراء تقدر تشوفها تفتح النفس والله العظيم. أوكي خلينا نعبي بترول لأني وايد أتفلسف. اوكي يقول لي اطلع من السياره عشان تعبي بترول. حاضرين يلا نعبي بترول يا شباب، يلا اشربي بترول، شربي شربي ماي، شربي بترول. الحين اعبي بترول لسيارتي العجيبه، طبعا لازم اغسلها. والله ولا مره غسلتها يا شباب من طلعتها صراحه من الكراج من الوكاله، ولا مره غسلتها. ممتاز الحين نتحرك للبيت، او ندور عفوا مكان جنب البيت اقدر ازرع فيه الحشيش. ايوه هذه البحيره عند البيت. يا الله يا شباب شوفوا المنظر، شوفوا المنظر، تخيلوا المنظر، تخيلوا والله روعه روعه. لا والحلو ان بيتي جنب البحيره هذه، والله شكلي بصيد سمك يعني كذي. في يوم بسوي بث معاكم واطلع هاي البحيره واصيد سمك، ارمي السناره وصيد حبيبي، ما يبي لها شيء والله. اوه شوفوا هذه الشجرة بعد حلو لونها، هذه الشجرة شيء اسمها يا شباب، يا الشباب ليش كذي قلتها؟ هذه الشجرة اعتقد صينية او يابانية ما ادري، مشهورة عندهم اعتقد. اوكي قربنا يا شباب، انا اشوف السحب قاعدة تنزل وايد تحت، جد يعني اول مرة صراحة اشوف كذي والله. اوكي
قربنا يا شباب، قربنا قربنا. هذا البيت الحين بيكون على اليمين. انا اشوف هذاك البيت، هذاك البيت اعتقد مهجور يا شباب، فشو رايكم اروح ازرع فيه؟ والله فكره. ثواني ابى اشوف خلف بيتي، هل خلف بيتي اقدر اسوي شيء ولا لا؟ اوكي هذا بيتي انا يا شباب. لا لا ما ينفع، لو ازرع حشيش هنا انا بكون غبي. اعتقد لو زرعت حشيش هنا راح تاكلوني في الكومنتات، بتقولوا لي يا غبي منو يزرع حشيش برا من هالكلام. تمام لحظة خلنا ندور مكان مناسب. هذا وادي. اوكي ممكن 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 تحت الجسر يا شباب. تتوقعوا حد بيجي هنا ولا لا؟ لا 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 ما ينفع ما ينفع، مكان ما ينفع. خلونا نروح البيت المهجور، البيت المهجور اللي قلت لكم على البحر. ما ادري اذا البيت مفتوح ولا لا، بس انا اشوف انه ما حد راح يروح هناك يعني صراحة. فخلونا نجرب يا شباب، خلونا نجرب ليش لا. هذا البيت قدامنا. اوكي بس شوي شوي لا لازم، اوه مسكر مسكر الشارع. اوكي لازم نجي من هنا. اوكي انا اسف يا اودي، اسف يا سيارتي والله. هذا اودي يسموها ملك الشارع وانا جايبها في المكان. اوكي وين البيت اللي خبرتكم عنه؟ اوه شوي بعيد شوي بعيد شوي بعيد. انا اشوف هذا المكان مناسب، بس بعد احس راح تاكلوني في الكومنتات، ما ابي. لا ثواني بس. وين البيت؟ هذا البيت. اوه اوكي 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 وقف السيارة لحظة شوي، لحظة شوي لحظة شوي. اوكي يلا وقف السيارة الحين هني وانزل. هو في ناس بس هذا العادي بوتات، مو ناس حقيقيين يعني. اوكي هل اقدر ادخل هالاماكن ولا لا؟ ما اعتقد بس نجرب. ايش في هذا؟ ما سويت لك شيء. انزين يا رب يكون في شيء مفتوح اقدر ادخل. لا مو مناسب يا شباب ابدا، المكان ما هو مناسب، ما هو مناسب. لا خلوني اقدم بالسياره شويه يا شباب، هذا المكان جدا مهم. هذه الفلوس اللي راح احصلها من هذا الزرع. اوه في مكان، في مكان يا شباب، حصلت مكان مفتوح، نفس الجراج ومفتوح والله. لحظه اوكي شوف هذا المكان. اوه ماي جاد والله كفو، مكان قوارب ما حد يجي اصلا. اوكي شوف المكان يا شباب والله نايس. اوه ماي جاد. اوه اوكي يلا يلا بحطيهم هنا يا شباب، بحطيهم هنا. افتح وينهم؟ اوكي هذه سوي يوز. اوه ماي جاد يا شباب قاعد ازرع شو اسمه هذا الحشيش، ولازم ارجع له بعد يومين حقيقيين، تخيلوا معاي. اوكي نحط الثاني بعد. والله كفو اخيرا بصير غني يا شباب، بشتري السياره اللي ابيها، والله متحمس. اوكي حط بعد الثالث. او ماي جاد والله اني ذكي. هو صح انه قال يبي شمس، بس قال لي اذا ما تقدر تخلي الشمس يعني تجي المكان لازم تجيب الكيميكال يعني مواد كيميائيه علشان شو اسمه علشان تخلي المزروع او عفوا الزرع يطلع بسرعه. طبعا شو مكتوب؟ مكتوب اضغط جي علشان تعطي ووتر او تعطي الزرع ووتر، واضغط اتش عشان تعطي اكل. فانا ما عندي حاليا الكيميكال عشان اعطيهم اكل، بس بجيبه ما علي. اهم شيء ان حصلت مكان مناسب صراحه. شوفوا يا شباب زرعت خمسه، هذا الخمسة أقل شيء أقل شيء بطلع منهم 100,000، تخيلوا بشتري سيارة على طول، أو ممكن أشتري البيت اللي أنا فيه لأن هذا البيت أجار. خلوني أحفظ المكان، شوف المكان وين، احفظوا معاي يا شباب احفظوا معاي. هذا هو مكان اللي حطيت فيه المخدرات، شوفوا يعني هنا عند البحيرة فوق الجراج، فوق الجراج بالضبط عند السهم كده صاير حق مال الأسنان، تنظيف الأسنان عرفتوا اللي هنا يكون فيه خيط. المهم على التشبيه، المهم أنا حطيت المكان هنا، أعتقد المكان مو غريب علي وما راح أنساه لأنه جنب البيت. ممتاز الحين اروح لسيارتي يا شباب. وين السيارة وقفتها انا؟ اوكي هذه سيارتي، راح بعد ما اعدي يومين راح اجي هنا بعد يومين واخذ الزرع يا شباب وابيعهم للناس.
راح احصل نفس الحشيش، ما ادري كتة حشيش، وهذا كتة الحشيش اروح ابيعها للناس وبحصل اموال قدرة نفس اللي سواه لي. ايلي اعطاني حاليا اموال قدرة 50,000 معايا شباب اموال قدرة. طبعا اقدر اروح البلاك ماركت واستدعي طيارة وهذا الطيارة تعطيني اسلحة، ما تصدقوني صح؟ اوكي براويكم، ابيكم تركزوا معاي. انا شو قلت؟ عندي اموال قدرة، بروح البلاك ماركت قسم الطيارات، تمام؟ عندهم خدمة في البلاك ماركت ان طيارة تجيب لك دروب نفس بوبجي، كيف بوبجي ينزل الدروب من فوق، هنا نفس الحالة، وكل شيء له سعر. اذا ادفع 10,000 اموال قدرة بحصل سلاح ومع مميزات، وقاعد يطيح مطر. وكذلك لو ادفع 20,000 راح احصل مميزات سلاح اقوى. انا عندي 50,000، ما ادري، انا بروح اشوف الاسعار اللي معاهم اللي عندهم وبعدين بطلب الاشياء اللي ابيها. يوم جدا جميل، طبعا بحاول امكس يعني الوقت اللي بدال اني المفروض اني انتظر يطلع الزرع بعد يومين، في هذا الوقت بروح اشتغل شغلات عادية، دجاج، سائق تاكسي، يعني بحاول اجمع فلوس من الطرفين عشان استوي شديد في السيرفر وتكون عندي سلطة، واهم شيء اني اكون مشهور في هذه المدينة، الناس كلهم يعرفون انا منو، عرفتوا علي؟ وبعدين بنبدا باللي بالي بالكم، بنجمع ناس وبنجمع بنجيب لنا اسم حلو. ما علي براويكم، انا بضبطكم يا شباب بضبطكم. حاليا في نفق قدامي، يب عرفت المكان، هذا نفق يا شباب، قربنا جدا من المكان اللي اقدر اطلب فيه اسلحه غير قانونيه، ركزوا معي، غير قانونيه. ها يا الله، شوفوا شوفوا يا شباب، شوفوا هنا المفروض انه ينزل ماي لما يطيح مطر، بس وقف المطر، قبل شوي كان يطيح مطر خفيف ووقف. يا الله على المنظر، اشوف الشمس، لحظه وين الشمس؟ ما تبين الشمس. اوه ماي جاد، والله المفروض انها تكون سياره كبيره عندي، مو هذه، حرام هذه السياره وكسرتها، والله حرام. انا خاف يصير الليل يا شباب، اذا صار الليل مصيبه. يا الله على المنظر، شوفوا يا شباب، اوه في طياره، عيال طياره وناس، طيارة وناس، شو السالفة؟ منو هذيل؟ لا يكون رايح لهم يا شباب. اوه انتحر. ها حرك حرك راعي الطيارة، شو السالفة؟ منو هذيل؟ خلاه ينتحر، شوف السيارة وين يا شباب. اوه ماي جاد، شو هالمكان، انا وين جاي؟ هذا كلهم ماخذين يا شباب خدمات من البلاك ماركت، هذا هو البلاك ماركت يا شباب، هذا هو البلاك ماركت. ما ادري وين المدخل، ما ادري وين المدخل، بس انا بحاول اني اجي من ورا يا شباب، راح اطلع من هنا، بطلع من هنا. اوكي قفل السياره، راح اكون طيب مع الكل ان شاء الله، ما حد يطلق علي وما يكون في يعني ناس حقيقيين. اوكي ممتاز، اوكي لازم اكمل سيده. اوكي شباب حلو حلو حلو، الحمد لله ما في حد، ممتاز ممتاز ممتاز، ما في حد. هذا هو المكان يا شباب. اوكي ممتاز ممتاز ممتاز، شوفوا هذا البلاك ماركت، ممتاز. الحين يقول لي اضغط اي علشان تستدعي الطياره اللي تجيب لك الاغراض، فانا بضغط اي. يقول لي ان الباكج الواحد في اول باكج، اول يعني باكج عندهم ب 10,000، وفي ب 75,000، وفي ب 200,000، وفي ب 35,000. اها انا راح ادفع ابو 35,000، ما ادري شو ابو 10,000، لكن انا بضغط ابو 35,000. يلا بسم الله، اوكي دفعت 35,000 يا شباب. الحين يفترض اني اسمع صوت طياره او تجي طياره، اوكي اسمع صوت طياره الحين. اوكي اعتقد انه راح يرمون الصندوق هنا يا شباب، خلونا نشوف. او ماي جود، نزل بمظله، او ماي جود عيال، طلبت من البلاك ماركت، خلنا نشيله. اوكي اخذت كل شيء يا شباب، سلاح و15، لحظه اشياء، لحظه شو اخذت انا؟ شو اخذت يا شباب؟ سلاح واعطوني ادويه وديستيلد ووتر، ما ادري شو ديستيلد ووتر، شيء كيميكال، واعطوني بعد هذا ما اعرف شو هذا، فيرتيليزر، مواد كيميائيه يا شباب. اعطوني 15 مواد كيميائيه و15 هذا الماي و24 سلاح في البيستول، والله ناوش عندي سلاح يا عيال. او ماي جاد،
كأنه كان في واحد هنا، وين راح؟ اوه ماي جاد يا شباب. اوكي خلونا نهرب من المكان شباب، خلونا نهرب من المكان ونطلع بسرعه. انا جيت من هذا الاتجاه يا شباب، خلونا نهرب بسرعه لان هذيل الناس ما يتفاهموا، على طول ذبح. والحمد لله انه ما في حد في البلاك ماركت. هذا البلاك ماركت يا شباب في السيرفر الاجنبي، تخيلوا معي، شيء اسطوري صراحه، شيء اسطوري. الحين بسرعه اركب السياره واروح اخزن كل شيء في البيت. جدا جدا مهم انك تخزن كل شيء في البيت. هذا النفق اللي دخلنا منه قبل شوي، بس الحين احنا راجعين. والله ان السيارة حلوة، تنفع للرمل يا شباب بعد. سيارة تعطلت يا شباب، ما تمشي سيارة، ما تمشي السيارة. انزين في حل يا شباب، يعني سبحان الله اللي يمدح السيارة هو بنفسه يصيبها بعين. الحل يا شباب اني اتصل الميكانيكي ويصلح السيارة. طلع الجوال، خلاص كلمت الميكانيكي يا شباب، ويفترض انه يكون جاي في الطريق. تمام خلنا نشوف، والله هذا الميكانيكي ولا لا؟ والله شكله هو يا شباب. شوفوا سيارتي يا شباب، خلاص صارت تطلع دخان وصارت، يب هو الميكانيكي، هذا الميكانيكي يا شباب. شوفوا يا الله، يلا بيصلح سيارتي الحين يا شباب، يصلح سيارتي. هاي والله نايس، بيصلحها كامل اعتقد $100 يا شباب، $100 او $200. هذه خدمه جدا ممتازه. ها صلح لي اياها يا شباب، ثانك يو. يقول انا صلح الماكينه، الكلام اللي طلع بالانجليزي قال انا صلحت لك الماكينه وما ادري شو. اوكي خلاص صلح لي السيارة يا شباب، وحين راح يروح لشركته. ووصلت البيت يا شباب الحمد لله. صراحة كان يوم جدا طويل، جدا جدا كان اليوم طويل والله. خلاص وقف السيارة هنا، اول شيء نسوي سيف فيكل علشان بس ما تختفي. ممتاز، وقفل السيارة الحين. يا عيني على الاودي يا سلام. الحين بحط الاغراض المهمة اللي جبتها يا شباب، اللي هذا اللي اعطوني شو اسمه المسحوق الكيميائي ما ادري شو، هذا كله لازم احطيه داخل، لان هذا اعتقد انه غالي ودافع عليه 35,000 ديرتي ماني، يعني اموال قدرة. الحين خزنت الاغراض كلها داخل الصندوق، والحين باخذ لي قيلولة وبخليه يشوف التلفزيون. تمام يا شباب، مثل ما انتم شايفين وصلنا لنهاية الحلقة، كان يوم جدا طويل، سوينا وايد شغلات، شفنا ايلي علمنا كيف نسوي الشغلات هذه حق المخدرات، ورحنا للبلاك ماركت واستدعينا دروب كان في اسلحة واشياء كيميائية، ما ادري صراحة كيف استخدمها لكن راح اكتشف الحلقات القادمة. وكذلك لا تنسون الحشيش اللي زرعته في المكان اللي جنب بيتي، راح ارجع له بعد يومين وبحاول اني اروح له في الحلقة الجاية عشان نستكشف هذا المخدر يا شباب. ترى ما في وايد اشياء، هذا ولا شيء يعتبر اللي سويته الحين. في تقريبا 7 انواع اضافيه من المخدرات، تخيلوا كل مخدرات او كل مخدر له اكثر من وظيفه. فاتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالحلقه، لا تنسون الدعم، دائما اوصيكم على الدعم واللايك، نبي نرجع قوه المقاطع الاجنبيه. وكان معاكم اخوكم عيسى 400، سلام. What's happening? You ain't liking the fact that I'm back again, and I godly as fuck. I should live in the Vatican. No other rapper is matching. It's a lot of talking, a lot of checks, a lot of bond, a lot of nexus in your conversation. When you bring my name, I just a lot of flexing. I don't do no changing. I ain't never changing.